السلام عليكم ديف ولي هضرنا على شحال مخترع تاع ميزير دو لابوزيسيون تي بوا جيومتري فيكس كل سيركوي راماس. انا درت لكم باش نفهمكم مليح. هاولي كابتر كيكون هكذايا راح يخرج لك كل سيركوي راماس. لو كان نطبعو هكذا شوف ديفو بيرمانو، نطبعو شويه هكذا يروح ديفو فاصي امين او لا انترنت. لو كان نحي يدي منا راح تامين يولي بيرمان. تسمى عندك هنايا دنيه شويه يولي خدام عادي يروح لكل سيركوي، بصح كان تخليها هكذا افون يقعد كل سيركوي. تسمى واش حبي يقول لاصوبا كي تكون ديريكليه دير لك كل سيركوي تخرج لك بلي هذا الكابتر كل سيركوي. وفيما يخص لا كونسين هذه اختار هضرت على لا كونسين، السيد قال لك ادخل شوف لا كونسين. هاني قلنا فيما يخص لا كونسين هاي لك 99، شوف هنايا راني شايلها ب 70. لو كان ديباسي لا كورس هكذا كلش تسمى نتلق كلش، نتلق كاع الكابتر راح تولي زيرو. نعاود نجبد الكابتر شويه تعاود تولي 99، والعكس ثاني لو كان طبع الكابتر كلش للداخل راح تولي زيرو. نتلقو شويه تولي 99. او هنا ريغلاج تاع واش يقولوا له تاع لا كونسي، كاين بزاف يقول لك لا لا ما تبدلش هنا. والتحتانيه باينه تريقلي هكذا بالعقل تطلع التحتانيه. الثانية طلعها حتى عندها بلاصة وين تلقاها، يعني نطلع فيها انا. لو كان ديباسي بلاصتها، ديباسي كاع بلاصتها، راح تولي لا كونسي زيرو لتحت 99. تروح تعاود انت واش تعاود يقعد لك المان بروبليم. طفي امين. هذا الكابتر يجي في لا كابسول تاع تيربو. هاي بلاصتها. هو اللي يحسب لا بوزيسيون تاع تيربو. انا مامون وضحت قلنا كي تكون مفتوحة كلش راح يخرج لك ديفو كل سيركوي. كي تكون مغلوقه كلش راح يخرج لك ديفو كل سيركوي. كي تكون مطلوقه شويه هكذا راح يروح لكل سيركوي، تزيرها شويه يروح لكل سيركوي. ولا كونسين وقتاش تبحر كي تكون تلقاها كاع عندها ان كورس الا تشوف فيها كحله، تشوف فيها لا كورس تاعها كحله منها ماهيش كحله ومنها ماهيش كحله. هاي لا كورس تاعها هكذا ما يخرجلكش كل سيركوي، تلقاها كاع يخرج لك كل سيركوي، تعبزها كاع يخرج لك كل سيركوي. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت. والسلام عليكم ورحمه الله.